التسبب في فشل المفاوضات ليس هو المهم، وإنما المهم هو أن تتخذ واشنطن قرارا شجاعا يلزم إسرائيل بالعودة لمفاوضات السلام بشروط. وكتبت مقالا بعنوان المطلوب موقف أمريكي واضح، قالت فيه: القضية ليست قضية اتهام إسرائيل بإفشال عملية السلام، إنما القضية موقف أمريكي واضح من هذا الإفشال المتعمد وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان والعودة لمفاوضات السلام وفق جدول زمني محدد وبشروط جديدة، لأن سكوت الوسيط الأمريكي تجاه تصرفات إسرائيل هو المشجع الأول لها لإفشال المفاوضات. إن على إسرائيل أن تقرأ الخريطة الجديدة للعالم الذي لم يعد يتحمل أفعالها الغير مسؤولة، وعلى الجانب الأمريكي أن يكون وسيطا شريفا، فجهود السلام أصبحت على المحك ولن تنصلح إلا بإصلاح الموقف الأمريكي، وهذا ما يجب أن يكون شعار المرحلة القادمة عربيا وإسلاميا ودوليا. أما المشهد اليمني فقد رصدته صحيفة البيان الإماراتية، والتي أكدت أن اليمن يكافح على جبهتين، إحداهما السياسية لتجاوز الخلافات المتعلقة بسير العملية الانتقالية وتنفيذ خريطة الطريق، والأخرى أمنية في مجابهة جماعات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة. وكتبت مقالا بعنوان مسيرة اليمن، قالت فيه: فيما السجالات السياسية تلقي بظلالها لتحويل البلاد المبتلاة بالعنف إلى دولة مستقرة، تشن التنظيمات الإرهابية هجمة شعواء تزداد وتيرتها بشكل مطرد ضد القوى الحكومية، ردا على إعلان صنعاء حربا مفتوحة ضد الإرهاب، ما يجعل فرض الاستقرار في بعض المحافظات أمرا صعبا ولكنه ليس مستحيلا. تلك التحديات التي تلف المشهد اليمني تتطلب من اليمنيين الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة للتخلص من آفة الإرهاب، كما تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وتوحيد الرؤى لدعم الاستقرار والتنمية ونزع فتيل الأزمة للوصول باليمن إلى بر الأمان. ونتحول الآن إلى الصحف العالمية، حيث لا زالت الأزمة الأوكرانية في صدارة العناوين الرئيسية لتلك الصحف، ومنها صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية، والتي قالت إن السلطات الأوكرانية أعلنت استعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، وذلك في محاولة للتعامل مع الوضع الأمني المتدهور شرقي البلاد بعد إقرار السلطات فقدان السيطرة فعليا على 2 من المناطق شرقي البلاد، وذلك لصالح قوات التمرد الموالية لروسيا مما يهدد المنطقة. وقد اتهمت السلطات في كييف روسيا باستخدام أجهزة مخابراتها لإشعال الانتفاضة المسلحة هناك. فاليري آموس تقول: قرار مجلس الأمن بمساعدة السوريين لم يؤتي ثمرة. عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي أشارت إلى تصريحات مسؤولة المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس إن قرار مجلس الأمن الدولي الهادف لتعزيز الدعم للمتضررين من الحرب في سوريا لم يؤتي ثماره رغم صدوره منذ نحو شهرين. واتهمت القوات الحكومية وجماعات المعارضة بعرقلة وصول المساعدات للمدنيين مما يؤدي لتفاقم معاناة السوريين. ارتفاع حالات القتل جراء الإرهاب حول العالم، عنوان نطالع تفاصيله من صحيفة الجارديان البريطانية، حيث كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن ارتفاع معدل حالات القتل في العالم جراء الأعمال الإرهابية خلال عام 2013 بنسبة 60% مقارنة بعام 2012، مرجعا السبب في ذلك إلى تصاعد أعمال العنف في العراق وسوريا. وأشار التقرير إلى أن هذه الإحصائيات تدعم الانتقادات الموجهة لقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسحب جميع القوات الأمريكية من العراق في عام 2011. نتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة التايمز مقالا عن حرية الصحافة في العالم وما يعانيه الصحفيون في كثير من الدول من مضايقات وملاحظات وسجن وقتل أحيانا. ونقلت الصحيفة عن منظمة فريدوم هاوس قولها إن حرية الصحافة في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، إذ أن 44% من السكان في العالم يعيشون في مناطق توصف الصحافة فيها بأنها غير حرة، و42% يعيشون في مناطق توصف الصحافة فيها بأنها شبه حرة. دعت الصحيفة الحكومات إلى التوقف عن اعتبار الصحفيين أعداء.
ومقالات الرأي أيضا مستمرة معنا في الصحف العالمية، حيث تناولت مجلة الإيكونومست البريطانية الإجراءات الغربية ضد حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تلحق ضررا بروسيا. أشارت المجلة إلى أن الأزمة الأوكرانية بدأت بالفعل في التأثير على الاقتصاد الروسي وسوق الأوراق المالية، وقالت في مقالها: يبدو أن الأزمة الأوكرانية بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الروسي، فعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي كواحد من الاقتصادات الناشئة يملك الدفاعات القوية للتعامل مع أي ضغط خارجي، إلا أن هروب رؤوس الأموال خلال 3 أشهر الأولى من عام 2014 تجاوز 60 مليار دولار، وانخفضت قيمة التعاملات في البورصة بنسبة 20% منذ بداية العام. إلا أن روسيا من جهة أخرى لا زالت تمتلك أوراقا اقتصادية وعسكرية قوية، إذ أنها ما تزال توفر 24% من الغاز للاتحاد الأوروبي و 30% من احتياجاته النفطية، ولا تزال قبضتها قوية على الاستهلاك الأوكراني للنفط والغاز، وهو ما يصعب الأمور على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليها. نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز تقريرا عن الانتخابات العراقية وما يخشاه العراقيون في حياتهم اليومية وتوجسهم من المستقبل بسبب عدم الاستقرار الأمني في ظل عجز السلطات العراقية عن إيقاف دائرة العنف. وكتبت مقالا بعنوان: العراقيون يخشون من العنف، قالت فيه: بعد الانتخابات التي وصفها رئيس الوزراء نور المالكي بأنها صفعة للإرهابيين، يخشى الكثير من العراقيين عودة الاضطرابات والنزاع الطائفي في البلاد، إذ يبدو المشهد العراقي منقسما أكثر من أي وقت مضى، ويخشى المواطن العراقي من عودة الحرب الأهلية التي اشتعلت بين عامي 2006 و2007، على الرغم من ارتفاع أرقام الضحايا الذين سقطوا خلال الأشهر الماضية بفعل الانفجارات وأعمال القتل، إلا أن العراقيين ذهبوا إلى مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة مصممين على ممارسة الحقوق الديمقراطية التي حرموا منها طويلا. مشاهدينا الكرام، وهذه وقفة مع رسوم الكاريكاتيرية الأبرز في صحف اليوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.